اطار الاسبوع البيئي اللي كتنظموا المقاطعه ديال سيدي عثمان، لذا كان عنده واحد الدور اساسي وفعال، وذلك كيتجلى في ثلاث محاور اللي هما: المحور الاول توعيه الساكنه بضروره الحفاظ على الماء، وذلك في هذا الكونتكست اللي كنعيشوا دابا اللي هو الاجهاد المائي لو ستريس هيدريك. كاين المحور الثاني تنظيف البالوعات سواء بالطريقه الهيدروليكيه او بالطريقه اليدويه، وكذلك كاين في اطار النجاعه الطاقيه كنديروا دي زوبيراسيون ديال لونتروتيان ديال لو ريزو اكليراج بيبليك، وكنديروا واحد لوبيراسيون اللي هي مهمه بزاف اللي هي لو ريغلاج دي زورلوج ديال لكليراج بيبليك، باش كنعرفوا بان باش كنتمشي ليكليراج كيكون في واحد الوقيته اللي هي مناسبه، يعني كيشعل في الوقت اللي خصو يشعل فيه وطفى في الوقت اللي خصو يطفى فيه وما يكونش هناك هدر للطاقه. هاد لي زاكسيون لي اونكاجات فيهم ليداك واللي ساهمات في لا رياليزاسيون ديالهم غادي يساهموا في تحسين من العيش ديال المواطنين وخاصه الساكنه ديال بمسيك، وكذلك في الخفض من الهدر الطاقي والهدر المائي كذلك.